الله أعزائي المشاهدين، موجز لأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. دمرت قوات سلاح الجو الليبي مساء السبت منظومة الدفاع الجوي الروسية بانستير التابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر فور وصولها داخل قاعدة الوطية. وبحسب ما أفاد مركز الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، فإن سلاح الجو دمر أيضا 7 سيارات بينهم 4 سيارات مسلحة، كما قتل أكثر من 12 فرد من الميليشيات. من جهة أخرى، على المستشار الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي السبت مقتل 5 مواطنين وإصابة 6 آخرين بعد استهداف ميليشيات حفتر لأحد مواقع تسكين النازحين بمنطقة الفرناش. الهاشمي أضاف أن الاستهداف خلف أضرارا مادية جسيمة في الموقع وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى إصابة سيارة إسعاف بشظايا أثناء محاولة إخراج أحد العائلات العالقة بموقع القصف. قال موقع الملاحة الجوية إيتامل رادار إن الصور التي نشرتها وسائل إعلام موالية لمجرم الحرب حفتر لحطام طائرة ليست تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني. وأوضح الموقع أن حطام الطائرة تعود لطائرة وينغلونغ الإماراتية المسيرة الصينية الصنع، تستخدمها ميليشيات مجرم الحرب حفتر في حربها على العاصمة طرابلس. قال أمين عام حلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في ليبيا وأن الحلف لا يتعامل مع غيرها. وأعرب ستولتنبرغ في مكالمة هاتفية مساء السبت مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عن قلقه من تواجد المرتزقة الروس في صفوف ميليشيات حفتر، هذا وأكد على رفضه لاستهداف الميليشيات للمدنيين والبنى التحتية بالعاصمة طرابلس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.